السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين. بقالي فترة او يومين ثلاثة كده يعني ما بعملش فيديوهات، لكن الظروف كتير. المهم النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الحدث العادي والمعتاد بتاعنا، الزمالك والرجاء والاهلي والحاجات دي كلها. هنبدأ بايه؟ هنبدأ الاول بقصة احمد فتحي. احمد فتحي بيتعمل له موال والصياغة كده بالنسبة لي يعني مكشوفة أوي. مش أحمد فتحي اللي بيعملها على فكرة، اللي بيعملها إعلام الأهلي بالتعاون بموافقة برضا أيا كانت الصياغة اللي أنت عايز تقولها، الكابتن محمود الخطيب. ليه يا جماعة؟ ليه الصياغة بتاعت أحمد فتحي وأهمية أحمد فتحي والكلام عن أحمد فتحي ده؟ وليه؟ شوفوا، أحمد فتحي كان رايح الزمالك زي ما بيقولوا كده قولا واحدا، يعني زي ما بيقولوا، وتوقف عن إنه يوقع العقد مع الزمالك يعني ساعات قليلة، وكان قبليها مضى عبد الله، عرف الأهلي، عمل موضوع الإيه؟ تركي الشيخ. فالمحاولة اللي حاولها الأهلي إنه ياخد من الزمالك أحمد فتحي، ياخد من الزمالك أحمد فتحي، حصل. طيب، بمعاونة يعني وبدفع من تركي الشيخ. طيب، إيه اللي حصل تاني؟ اللي حصل إنه جمهور الأهلي تفاجأ إن أحمد فتحي وقع لبيراميدز ومشي من النادي الأهلي. في اللحظة دي حصلت مشكلة وأزمة حسام عاشور، والأهلي بدا وكأنه نكرة للجميل مع حسام عاشور، لكن الغضب الشديد اللي كان عند إدارة الأهلي وخصوصا الكابتن محمود الخطيب من إن حسام عاشور قطع العلاقة بشكل تقريبا نهائي مع تركي الشيخ، بين محمود الخطيب يعني تركي الشيخ، انه حسام فكان يجب حسام عاشور كسب، فكان يجب عقابه بشده وبعنف، اللي هو يكاد يكون طرد من النادي الاهلي، وهو الكابتن وهو المش عارف ايه وبتاع. ويبقوا على اللاعب الكبير برضو اسما ومكانه بلا ادنى شك احمد فتحي، يبقوا عليه ويتعاملوا معاه معامله مختلفه عشان الشكل اللي اتعامل مع حسام عاشور والذهنيه بتاعت ان النادي الاهلي باع لاعبه وباع مش عارف ايه، لا عظيم مش احترافي وبتاع، ويدوا شرط الكابتنه والحاجات دي كلها ويكمل لعقده، دليل الاحتراف اللي مش عارف ايه والتعامل الجيد، عشان تطلع الصياغات اللي من النوع ده. احمد فتحي يبحث عن الماده مهما كان تتصور انت انه يملك انتماء للنادي الاهلي. هو احمد فتحي لا يملك انتماء الا لاحمد فتحي ومصلحة أحمد فتحي التي يراها هو ولا يراها غيره، عشان أقعد أحكي حكايات كتير يعني. والكلام والموال إنه نفسه بيتقطع عشان يلعب النهائي زي ما الكابتن شوير بيقول، ده ملوش أي علاقة بصحة. أحمد فتحي ما بيتقطعش، أحمد فتحي براجماتي 100%، مجتهد صحيح، بيلعب بكل جهد واحتراف صحيح، لكن براجماتي جدا، يبحث عن مصلحته ومش هيخسر بيراميدز عشان ماتش، ويخسر كل الفلوس اللي ساب في النادي الاهلي بيها عشان ماتش. فكل الكلام اللي بيطلع بتاع الكابتن شوبير وانه نفسه احضن موسيماني وحاجات زي كده، كل دي اوهام يصنعها اعلام كان سابقا منفردا وحيدا يفعل ويقول ما يرغب فيه ولا يعاق ولا يرد عليه بشيء، لكن دلوقتي الكل وكثيرين يقفون يعني بالمرصاد لكل هذه الاقاويل الغير صحيحه الغير صحيح. احمد فتحي المعامله الجديده اللي حصلت مع النادي الاهلي وهي امر نادر، وبقوله امر نادر، سببه ما فعله الكابتن محمود الخطيب في حسام عاشور. لو ما كانش ده حصل ما كنتش شفته اصلا كلمه حسنه وحيده، حسنه وحيده تجاه احمد فتحي، ولا يطلعوا يقولوا واحمد فتحي هيموت وهينفسه يلعب. احمد فتحي مش هيموت ولا نفسه يلعب، احمد فتحي خد كل حاجه وراح يكمل يعني تجربته في بيراميدز،
فانسوا الكلام ده. ودي قصه، دي حقيقه مشاركه فتحي في النهائي، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، دي اوهام بيصغها الاهلي واعلامه في قدتهم الكابتن احمد شوبير لاسباب في او يعني لغرض في امر في نفس يعقوب زي ما بيقولوا يعني. ده موضوع احمد فتحي. لكن النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عنده موضوع تاني. الموضوع ده هو اللي كان او هو السبب في اخراج محمد الشناوي من المباراة. محمد الشناوي زي ما انتم متذكرين في مباراة في الترسانة ولا ما قبل الترسانة اصيب بتمزق. البعض قال لك ملي في ملي، ملي في ملي دي يعني هزار، يعني 3 ايام ويخف. طبعا هو اكتر من كده، اكتر من ملي في ملي. وده الموضوع برضه هو نفس الإصابة اللي عند محمد الشناوي هي اللي عند محمود علاء. محمود علاء ممكن يحقن ويلعب بس ممكن المزق يزيد. وانا بقول لكم انه اخراجه، وزي ما الكابتن شوبير برضه المتحدث الرسمي للاهلي قال ان هناك اصابه يعاني منها محمد شناوي عشان كده خرج عشان راحته. محمد الشناوي بيلعب بالحقن. بيلعب بالحقن. ودي حاجه بتحصل في العالم اجمع مش في مصر بس. لما يبقى النادي محتاج اللاعب ولانه لاعب مؤثر ويكاد يكون اللاعب الوحيد في النادي الاهلي بالنسبه لي يعني المؤثر فيلعب. فيطلب منه يتقال له تحب ولا لا؟ لو هو رفض على فكره ما حدش بيجبره خالص. فمحمد بيوافق. تمام؟ في اجهزه طبيه بترفض الامر ده وفي اجهزه طبيه بتوافق عليه. محمد الشناوي زي ما الكابتن شوبير قال يعاني من اصابه. انا عاوز اقول لكم انه الاصابه دي قد تتطور عشان الحقن دي. انتوا عارفين لو كان اداء الوداد اكثر زخامه ومحاولات على المرمى احمد محمد الشناوي ما كانش هيلعب بالمباراه النهائيه عشان الاصابه، لانه كان هيبقى في مجهود، لانهم عارفين ان الوداد جاي مستسلم كما كان في المغرب، فمش هيضغط بضغط رهيب وكبير. وبعد ما اطمأن لان مفيش وداد خرجوا موسيماني بقرار طبي عشان ده الامر ما يتطورش لاكتر من كده فتخسره في المباراه التي يحلم بها جمهور النادي الاهلي. محمد الشناوي بيلعب وهو مصاب ومفيش حد بيلعب وهو مصاب يا جماعه الا واذا كان بياخد حقن مسكنه مسموح بيها، مش قصدي حاجه تانية والله، مسموح بيها، لكن قد تؤثر على محمد نفسه فيما هو قادم. معناه انه محمد مش هيلعب الماتش اللي جاي. طبيعي ان محمد مش هيلعب الماتش اللي جاي اذا كان خرجوا عشان الاصابه، سيبكم اللي بيقولوه. والكابتن شوبير المتحدث الرسمي للنادي الاهلي هذا ما اؤكده طول الوقت في كل مكان بيقول ان هناك اصابه، فصدقوه. صدقوه، لو انتم مش مصدقيني صدقوه هو. صدقوا الكابتن شوبير. هناك محمد الشناوي يعاني من اصابه. طيب ايه تاني اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم عن الرجاء. طبعا نادي الرجاء المغربي، الرجاء البيضاوي، مهتمين جدا الجمهور المصري عامه وجمهور نادي الزمالك خصوصا بتفاصيله. ليه؟ عشان الكورونا وتاجيل المباراه اللي كانت تقام السبت اصبحت يوم الاحد اللي بعد القادم، قصه وموال كبير وضغط يعني، او القادم الاحد القادم 1 نوفمبر عيد ميلادي. المهم عيد ميلادي ان شاء الله يعني تبوش الخير يعني. فالرجاء بيعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت لكم فكره ان هو قاعد في فندق الاقامه ما بيخرجش، ممكن بعض اللعيبه السلام اللي ما فهمش حاجه بيتدربوا ويجروا على البحر كده يعني كتدريبات لقيه او في الجيم. طب هو الرجاء هيشتغل ازاي وهيعمل ايه؟ شوف يا سيدي، الرجاء قرر ان يوم الثلاث الجاي هو موعد عوده التدريبات. يعني النهارده اهو حد اتنين تلات. ليه؟ لانه يوم الاثنين هيعمل المسحه الاخيره اللي هي بعد الازمه اللي حصلت دي. هيخرج يعني بقى في كلام جوه المعسكر هناك انه الامور بايه يعني اللي كان عندهم حالات الامور بدات تقل، اللي كان مخالط ما فيش عنده مشكله فبالتالي ما يعتبرش مريض دلوقتي لانه مر 5 6 ايام، لكن العينه الاخيره يوم الاثنين اللي هتحدد. هيبدأ لو سلام العدد المسموح به اللي هو من 16 ل 17 واحد
هيبقى عندهم معافين هيدخلوا التدريبات من تاني يوم، يوم التلات. طب هيجوا امتى القاهرة؟ في معادين، الاقرب احدهما هو الاربع او الخميس، انا يعني اتصور انه الخميس هيكونوا، لانهم هياخد التدريبات بتاعته التلات واربع هناك، قال يعني الخطة اللي عاوز يشتغل عليها المدير الفني يشتغل عليها التلات والاربع، ما يجي هنا في مصر يقعد خميس جمعة سبت ويلعب حتى 3 ايام، يعمل يعني بقى تدريبات اللياقة والمش عارف ايه، لكن خطته الفنية هيشتغلها التلات والاربع. عشان كده الرجاء هيرجع يوم التلات وهيجي مصر في الغالب العام يوم الخميس. ده بعض الناس تقول الحق ده مش، يا جدعان ما احنا قلنا ان القصة ان في مصابين وفي مخالطين، المخالطين دول ممكن ما يبقاش عندهم حاجة الحمد لله يعني فيبقوا عادي، لكن ليهم فترة عدن في يعني عزل وحجر صحي، هم معمول عندهم في الفندق وبيخرجوا بقى على البحر وبتاع، يعني ما اعتقدش دي تدريبات ذات قيمة يعني، لكن ماشي هيرجع خدوا راحة من الضغط وبتاع، بعض الناس تقول كده مفيش مشكلة. الزمالك كبير، وهذا لا يعني ابدا ان الزمالك هيخسر، يا جدعان الزمالك فاز عليه هناك، والبعض اللي بيدعي ادعاء باطل. ان الزمالك الرجاء كان ناقص والزمالك مش برضو كان مضغوط في الشوط الثاني باللعيبه دي 90 دقيقه مثلا، 45 دقيقه منهم على الاقل 30 دقيقه كان مضغوط باللعيبه دي، ودي اللي كان اثر الجهد والاجتهاد والمش عارف ايه اللي بتقولوه، لكن الزمالك كبير وعارف هو عاوز ايه. زي ما بقول لكم كده ملخص الامر، الرجاء قادم يوم الخميس بنسبه 90%، يتدرب بنسبة 100% في المغرب الثلاثاء والأربعاء، ويأتي الخميس، وننتظر جميعا يوم الأحد إن شاء الله 1 نوفمبر ويفوز نادي الزمالك ويؤكد فوزه. لعيبة الزمالك تعلم جيدا قيمة هذه المباراة وقيمة هذه البطولة. دلوقتي هنتكلم كمان عن الزمالك في ماتش الاسماعيلي هيعمل ايه، خطة باتشيكو ايه، هيلاعب مين. باتشيكو هيلاعب في الماتش الاسماعيلي مجموعة الاساسية يعني المين الاساسي هيلعب، وهيضيف اليهم 2 ما شاركوش بقالهم فترة عاوز يدخلهم جوه المباراة ويلعبهم، لانه هيحتاجهم فيما هو قادم. فرجاني ساسي هيشارك؟ لا مش هيشارك، فرجاني مش هيشارك، فرجاني موقوف. لا انا بتكلم على شيكابالا، وبعد شويه ممكن تلاقي كده في ماتش الاسماعيلي ممكن محمود عبد العزيز، لانه شارك، ومحمود زي ما عرفت كمان انه خاسس حوالي 10 كيلو وجاهز وبدنيا بدأ يتماسك لانه بقاله فتره بيعمل لياقه، فهو دلوقتي دخل الكوره. هل هيلعب اساسي؟ مش لازم يلعب اساسي، ممكن يلعب 10 دقائق 5 دقائق من باب كده، لانه ممكن يحتاجه في التقفيل باتشيكو، تقفيل باتشيكو. فلكن كلمه السر بتاعت باتشيكو في الاسماعيلي، مباراه الاسماعيلي، قد تكون محمود عبد الرازق شيكابالا الذي اصبح جاهزا للمشاركه. هل هيبدأ من اول مباراه ولا من بعد شويه؟ في المباراة في 5 تغييرات بتحصل في المباراة، لكن المباراة دي يعلم يقينا لعيبة نادي الزمالك أهميتها. وهم رغم انه من تكافؤ الفرص يلعبوا اخر ماتش مع بيراميدز، لكن الثقة في النفس هي اللي جعلت إدارة الزمالك بعد سؤال باتشيكو في انه يلعب المباراة دي قال نعم عاوز يلعب الماتش ده، عاوز لعيبته تبقى رجليها لسه في الملعب، عاوز اللعيبة بتاعته تشتغل في الملعب. عشان كده الزمالك وافق على الميعاد، الميعاد ده محدش يوافق عليه الا محدش ياخده الا بموافقة الزمالك. فالزمالك وافق عليه بعد السؤال باتشيكو، وباتشيكو وافق وطالب انه يلعب الماتش. مش مصدقني دي حاجة تانية، لكن باتشيكو هو اللي طلب يلعب الماتش. أحمد عيد مستمر في المشاركة في ماتش الإسماعيلي، ومحمد عبد الغني، يعني احمد عيد اللي شارك في قبل النهائي هناك
هيشارك في قدام الإسماعيلي، واحتمال يتخطى 70% أن يشارك أيضا أحمد عيد في المباراة قبل النهائي العودة، وكمان احتمال 70% أو 75% برضو أن تستمر مشاركة محمد عبد الغني في مركزه بديلا عن محمود علاء اللي لسه بيتأهل. هل محمود علاء هيكون جاهز لمباراة الزمالك والرجاء؟ احتمال كبير يكون جاهز، بس هو بقاله فترة ما بيلعبش. هل بقى هيكون احتياطي ويبقى الأساسي محمد عبد الغني باعتباره هو اللي لعب آخر المباريات فرجله في الملعب؟ هيبان كل ده وهنعرفه خلال اليومين الجايين بعد ماتش الإسماعيلي. التركيز كله والأخبار كلها هتكون على المباراة قبل النهائي. تمام؟ باتشيكو مستعد للحصول على المركز الثاني، وهو صاحب قرار الموافقة على مش أداء المباراة في هذا الموعد حتى ولو لم يكن هناك بيراميدز، لثقته في لاعبته وثقته في فريقه، ثم كمان هو يبحث عن أداء مباراة عشان تجهيز للمباراة، ومباراة قوية ومهمة ومؤثرة زي بتاعة الإسماعيلي، وبعدها في 5 أيام راحة برضه أو 6 أيام راحة لمباراة الرجاء. فالزمالك اللي اختار، أو باتشيكو هو اللي اختار الميعاد، كانوا 27 وعملوا 26 عشان باتشيكو، اتحقق لجنة الخماسية عملتها واللي غيرت المسابقات عملتها، لأن الزمالك لو كان لأ ما كانش حد يقدر يفتح بقه ويستنوا ويأجلوا الدنيا، لكن الزمالك وافق. وموافق حل المشكلة بتاعت الدوري دي كلها، عشان كده ما قلت لكم قبل كده إنه نهاية الدوري في إيد مرتضى منصور كنت بتكلم حقيقي. فوافق، فانتهى الدوري يوم 31 أكتوبر في أبعد وأطول دوري في تاريخ مصر، ينتهي 31 أكتوبر. حميد أحداد موقفه إيه من الزمالك؟ سؤال بيتراوح وبينتشر دلوقتي بين جمهور نادي الزمالك. حميد أحداد فرصه في البقاء في نادي الزمالك تتخطى 70%. بنسبة 70% حميد أحداد مستمر في نادي الزمالك. ليه؟ لأن باتشيكو شاف مبارياته في الدوري المغربي، إما كان بيتابع مين؟ الرجاء، وبيشوف مباريات الرجاء، عجبه أداء حميد أحداد، وما تقاله ان ده بتاعنا وهو عاره هناك، قالك لا احنا محتاجينه في الموسم الجديد انا عايزه. فبنسبة 70 تتخطى 70% حميد احداد باتشيكو اختاره من احد القلائل اللي هيتم اعادتهم من الاعارة. صباح الفل والجمال، واشوفكم دايما على خير ودايما دايما مع بعض. شكرا.